صوابع يعني كده اهو يا حته كده محترمايه يس اربع صوابع تكون بقى تخينه صباره تخينه روحي صاحبي الجنايني عند خلصيني خدتي حته الصباره قشريها قشريها لتضييع الوقت وسب الناس قشريها قشرتيها يس قشرتها طبعا قبل ما هزقتهم وشيلي القشره او اكترمي القشره دي بتاع التيتا يس القشره دي بتاع التيتا بتعملي بيها ايه تيتا استنى تيتا تعالي يا تيتا تيتا كل مره ينسوكي يا تيتا بس انا مش هنساكي يا تيتا تعالي يا تيتا اوريكي حاجه سريعه قبل ما العيال المحيط الحرميه يجون يا تيتا يس تيتا دي قشره الصبار يس اللي الناس كلها بترميها يس تيتا تعالي حطي نقطتين زيت زيتون يا تيتا فوق قشره الصبار اهو اخضر على الاخضر يا بيبي يس تيتا انت كده مش محتاجه لحد قاعده بقى انت تيتا راسك بتاكلك يس بتهرسي من الشعر الابيض يعني يا تيتا بتروحي جايبه زيت الزيتون وحطاه فوق الصباره دهين كده اهو علشان يا تيتا تتاكدي او السلاح يطول يا تيتا علشان تتاكدي ان الصبار دخل جوه بشرحيها كده بس مش للاخر يعني يس من شويه كده بس عشان تاخدي شويه ايه جيلاتين معاها كده اهو بصي عكس 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 يس تيتا عملتش كده خلاص يس يا تيتا بتيجي بقى يا تيتا فوق شعرك وتعملي في فروة رأسك كده يا تيتا اه جدو كمان ممكن يس جدو كمان الله انتوا هتضربوا جدو بالنار عشان كبر نو جدو يقدر يعمل الحركة دحين ما زيت الزيتون على شعره على وشه بعد لما يحلق دقنه وياخد تيتا كده يفسحها يس الجيلاتين اللؤلؤ الابيض اللي انتوا شايفينه ده هو اللي بيعمل ترطيب لفروة الرأس مش الرأس يس وهو ايضا ايضا حلو ايضا دي يس وهو ايضا يس يرطب البشرة ويعالجها من حبوب الشباب وحبوب الشهرية من الدورة الشهرية الابيض اغسلي ايدك بقى يا ابي عشان نخش على احفاد تيتا في خمارتي يعني كده 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 خلصنا تيتا شفتوا تيتا سهله ازاي يس تيتا سهله خليكي هنا اعمل بيكي فارود راسي بعد ما اخلص قطعتي صباره اهي حته صباره محترميه اللؤلؤ الابيض اللؤلؤ الابيض بتاعك عباره عن قطعه بمقام اربع صوابع اللؤلؤ الابيض بتاعك اهو 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 اول حاجه من غير حاجه خالص كده هون تقولي دايما وانت بتبدأي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله وتبتدي تجيبي المدفعيه وهتضربي معايا نار خلاص كبسوا مين مش بيكبسوا يكبسون عليهم بحجر اسود فوق قلبهم اضربي انت بتعملي ايه يا ابي ناو بتفكي الصبار بس مش كتير اوي لسه هنضرب تاني ناو هتبتدي تخشي المرحلة اللي جاية بزور كتان بزور كتان وانت بتغليها حطي عليها ليمون اهدى اسمع الكلام الليمون نص ليمونة ليمونة كاملة ليمونتين على مزاجك سيبيها تستوي بعد لما تتعصر جوه هنا هتبتدي تصفي شوية محترمين
من جذور الكتان الامام الكاميرا دهيا في مصفايه، ويستحسن تكون دافيه عشان تعرفي تصفيها بسرعه. يس. وتبتدي تاخدي شويه من جذور الكتان بتاعتك بمقام نفس كميه الصبار على مزاجك الكميه، وبتبتدي تعملي كذا 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 في المصفاية. ما عندكيش بقى شاشة، تقدري تعمليها بشاشة، تقدري تعمليها بشاشة no problem at all. اهو كذا 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 تكبسي، تعملي شير لمصلحتك. هقولك ايه الحكاية بعد شوية. بتاع احبش عند اجري، لسه قدامكم المشوار طويل. ها يا بت الحرامية من كلها يا اختي. يس. اهدى اللي طلعت هزة الناس ده هيل. ايوه انا كده يا بفوق عليهم اهو، بحاول ان انا اصفي بذور كتان واخد الجيلاتين الرعاش السلايمي جيل بالانجلش اللي بينزل من بذور الكتان ابابور. اقرف امك عند ابوك. يس 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 لادي عارفه دول انا محتاجاهم مش حرميهم. هوريكي هعمل بيهم ايه دلوقتي، بس خليهم هنا على جنب كده هون، واعمل ايدياتي وابتدي اكمل خطواتي. الكمية بالمعادلة تقريبا حتة كبيرة من الصبار بمقام 4 صوابع ونص كوباية من بذور كتان مع الصبار، مادتين جبارتين. اي والله. Here we go. اهم. واستخي يا ابي. اضربي يا امي. ليه بتضربي؟ عشان تفك. دي اول مرحلة. لحد هنا انت كده عملتي الخطوات الصح. سلقتي شوية بذور كتان وقشرتي حتة صبار. هتعملي ايه بقى؟ هتخليهم على جنب عشان نبدأ في الخطوات اللي جاية. ايه هي بقى الخطوات اللي جاية يا ابي؟ لما بص وشوف كده اخبار الحلمبوحات والنحنيح اللي قاعدين عندي هنا بيعملون ايه؟ لما اشوف كده. اوكي. يس يس بيبي يس. جهزي بعضياتك يا بيت بعدشي علشان هنشتغل بإذن الله مع بعضياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يفرقعش ما فرقعش لسه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي حلة وهاتي زبدة شيا، زبدة مانجا المتاح. هبة محترمين علشان الجفاف يعفاف في حالة. زبدة مانجا، زبدة شيا اللي انت عايزاه بمقام 2 كبار سايحين او 3، هنعيرهم ما تخافوش. ممكن ما تعايريش no problem at all. وكمان جوز هند، جوز هند. يس. ملعقة برضو كبيرة من زيت جوز الهند الاصلي، مش المزرنخ اللي بيبيعوه لكم في كايرو. اهو لونه ابيض تلجي. ايه ده؟ عايزة اسيحهم. بصي كده اهي خلاص. يس. كمان كمان ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي اللي من الأجزخانة، بتروليان فازلين.
الدهانين دي كلها يا ابي. اصبري اصبري، عملناها من 10 سنين. اصبري كده، في 3 مواد دهنونة دهنونة جوه. هتجيبي حاجة اسمها مسك، مسك شبه صابونة. وريكي واحدة مقفولة وهوريكي ان عملت ايه فيها. مسك اللي مسكته في التلفزيون في قناة النهار، او كل الناس مسكوه بعد كده. ايه دي؟ هتبشري واحدة من المتعريفة دي. ليه؟ عايزاها انا، بس استني خليكي معايا هنا، خليكي معايا، روحي الشحات. الاول ابتدي ابشري المسك في المبشرة اهو، واحدة كاملة. انزلي بالمسك المبشور بتاعك هنا مع جوز الهند. نطتي يا ولية، يا لهواتي يا خراب، جت قالوا لها كنت كويسة. ما نحرقهاش يا اختي. الهادي سيحي المسك، واحدة كاملة مبشورة، وسيحي الفازلين، وسيحي جوز الهند، وسيحي زبدة الشيا. سيحيهم، خليهم يسيحوا. يا ترى هتعمل ايه ابي؟ اصبري يا ام سلم، اصبري عليا يا اختي. بصيحوا، يصيحونك في وشك يا رب. بينوت ربتي شالكم تلمبوحات صحيح. اي والله سيحتيهم. يس قربوا يعني يا ابي. اوكي قربوا اهم، ساحوا خلاص، ساحوا ساحوا تماما. حريقة حريقة يا واد يا ولا. أتي بولة الكلب اللي ما بتتفشخش. يس وانزلي بالحاجات السايحة بتاعتك دهان جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اوعى تحرقينا روحنياتك يا اختي. لونها برتقالي. يس يا لهوي. يس اتشي برتقالة تكون معفنة ناشفة من بره، سايباها ونسيتيها في سبت الفواكه، ابشريها. بس لازم تكون مستحمية اختي، مش نظيفة، لا نظيفة لازم. ابشريها في مبشرة، خدي القشرة الصفرة فقط لا غير، ابشريها في مبشرة من ناحية ضيقة. هوبا بقى، يس اورنج برتقالة. يس انزلي ببرتقالة دهين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، فوق المواد بتاعتك اللي ريحتها مسك يجنن، فوق الحاجة وهي سخنة هيعمل تش وهو نازل، وريحة المسك مع البرتقال هتخليكي هتتجنني وتعرفي ايه الحكاية. ابي بتعمل ايه اهي، شوفي بتفور. بصوا ده سحر ده. يس والله في واحدة حرمية حلمبوحة نحنوها. يس بتورمة بت
بتوارمة بفمي مليان بتوارمة. حمرت قشر البرتقال عند حرقته خلته اسود على السكين. يس مش فاهمة واي. انا بوريكي الاسلوب الصح يا بيت الورم. بصي يا حبيبتي امام الكاميرا، هذا هو قشر البرتقال مع زبدة الشيا او زبدة المانجا مع الفازلين الطبي مع جوز الهند زيت. ولا كلمة اوك تقولي لحد. احنا بنعمل ايه؟ انا بقول لكم اهو بتتكلم كتير. ما انا فتحها عشان نتكلم. الله لا كلم روحي. تأكدي ان الاورنج اخد طفشة كده جوه الحاجة وهي سخنة. طيب وليه انت عملتي بذورك التاني الاول علشان يبقى عندي كل حاجاتي جاهزة؟ ناو كل حاجاتي لازم تبقى جاهزة. اوكي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتجيبي صابونة هتقطعيها 2 3 4 دوف مش دوف عم نابلسي شاهين اي صابونة علشان ننضفك يعني. يا صابونة استني بقى خليكي هنا ما تروحيش حتة. اوريكي ناو هنا كده وهنعمل الصابونة مكعبات نونو شوية علشان تبقى سهلة يعني. يا ونشيل الصبار مطرح التقطيع ونجيب الصابونة بتاعنا اهي ونجيب السكينة ونبتدي نقطعها لحتت صغيرة كده كده اهي تاني اهي. ممكن صابون دوف واحدة صابونة كاملة. يس اصبري عشان هديكي حاجة صح. قطع مكعبات نونو عشان تسيح بسرعة كده 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 كده. Here we go. انزل لزقتي هنا. تعالي قطعي لسانات ولاد الورمة اللي بيحسدوناكي. اوريكي ناو حاجة حلوة. قطعي صابون لحتت مش قادرة ابشري صابونة دوف كاملة ابشري صابونة جريسلين كاملة اي صابونة تطلقيش. ده صابون سادة اللي انا بعمله اهو. هنزل بالصابون يلا هنا كده وهولع النار شوية هنا على صابونة بتاعتي على السلو كوكينج على الهادي على الهادي وحلف الصابونة بتاعتي عشان تفك الشكل ده كده. وهي بتفك بنزل عليها بشوية محترمين من الزيت مع الحاجات الحلوة الجميلة مع شوية كمان من قشرة البرتقال اللي واخدة طشة. بصوا شوفوا الفكرة هنا سهلة موت. ناو سيحي وقلبي وسيحي وقلبي زبدة الشيا مع زيت الجوز هند يس مع واحدة مسك كاملة تمام وفي شوية شايلينهم لغرض تاني كده 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 كده. الصابون مع المواد الأولانية بيسيح بس بياخد شوية وقت مع التحريك يعني. بس تبشريها بشريها على بال ما أنا أسيح أشغل شفاط عشان الريحة وحش. اوكي لحد لما الصابونة بتاعتي تندمج تماما تبتدي تعلى تعلى لفوق العلامة انها بتعلى. بصي ما تخليهاش تفوق ايدك فيها انت كده
والفستان بتاعي طرطش عليه صابون مع زيوت. ها بس كده جاهز. اهو يا بنت الورمه. خلاص تمام. طلعي جوزك من الدولاب. وخدي منه ملعقة كبيرة من النشا. انا هجيب ملعقة كبيرة احسن عشان اعرف اعاير صح. اهي هنا فوق الصابونة احط ملعقة كبيرة من النشا. اتنين من النشا. اتنين مزلقطين اختي. اتنين نشا فوق المواد الاولانية بتاعتي. وبحاول ان انا النار مطفية ناو. بحاول ان انا الف المواد بتاعتي كده 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 اهي. ناو ريحة المسك مع البرتقال جبارة. من الجبروت بتاعها نقطة على الفستان بتحبه بتبوس فيه. الحلقة تطير يا لهوي. ناو هانزل الصابون مع النشا بتاعي هنا بالتدريج كده فوق الصبار بتاعي. تقدري تزودي الصابون لو حبيتي. تقدري وهبتدي اضربيهم مع بعضياتهم كده هنا. مسك بالعربي اهو. زيت المسك مع الصابونة المسك اللي حطيناها في الاول للتكملة. هنا هتحطي شوية محترمين ملعقة
خلاص. في شوية هنا من البذور بتاعتك، خديها ما ترميهاش. يا فداكي كل حاجة يا أبي، باظت عندك فداكي. يس كل حاجة. أمي بتقولي في إيه يا بنتي، قلت لها مش عارف، مش عارف في إيه، أنا مش فاهم نفسي، أموت وأفهم، قريت كل القرآن. قلبي المواد بتاعتك دهيا. ايه ده يا ابي؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا ابي؟ هذا غسول للوش، يس، كل يوم بيعمل ايه؟ بيبيض البشرة هايل كبار، وكمان من جماله تقدري ان انتي تحفظيه في التلاجة مدة طويلة، وكمان من جماله تقدري تحفظيه خارج التلاجة، ما الصابون هيحفظه. Amazing. احدث تقنية لغسول جبار مفيد جدا للبشرة بتاعتك. الازازة دي تكفيكي شهر، كل يوم تاخدي منها شوية في كف ايدك وتغسلي بيها وشك، تغسلي بيها جسمك. انت كده بتغسلي وتنظفي البشرة وتغذيها وتعالجي الحبوب من بذورك التان والصبار، وتاخدي ريحة حلوة يا ناتنا، يس، وتاخدي ريحة حلوة عشان انتي ست حلوة، يس. اما الست بتلوار منتنا ما تخشيش ومش هتستفادي حاجة، لا تنزلت هتفضلي ورمة، لا تورمين كمان وكمان يا رب، بحق فستان اللي باظ يا رب. اعملي الوصفة دي، غسول يحفظ في الحمام، في ريحة مسك، في ريحة قشر البرتقال، فيه زبدة شيا للطراوة وترطيب البشرة، فيها زيت جوز هند، مش هتحتاجي اي بادي لوشن بعد الوصفة دي. اتنين في واحد، غسول وبادي لوشن، اتنين في واحد في البطرمان العجيب الجبار دهون. خلطة سهلة جدا، كل اللي انتي محتاجاه تروحي تشتري